بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مجلة فيض الوطن. هو الوطن المتمدد في دواخلنا ألقا وتميزا وجمالا. رؤساء تحرير الصحف السودانية يحتفلون بتكريم قطاع الكهرباء. في تظاهرة إعلامية كبيرة تداعى لها رؤساء التحرير وعدد من الصحفيين السودانيين، أقام رؤساء تحرير الصحف السودانية حفل تكريم لقطاع الكهرباء بنادي النفط بالخرطوم بحضور السيد أسامة عبد الله محمد الحسن وزير الموارد المائية والكهرباء، ودكتور أحمد بلال وزير الثقافة والإعلام، ودكتور تافيتا بطرس وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء. الأستاذ مصطفى أبو العزائم رئيس اللجنة المنظمة أشاد في كلمة موجزة في افتتاح الحفل بوزارة الموارد المائية والكهرباء وإنجازاتها التي شكلت علامة فارقة في أداء مؤسسات الدولة السودانية، وجعلت السودان في مصاف أرقى الدول تقدما في مجال الكهرباء وتقنياتها. وأشار إلى أن فكرة التكريم جاءت عفوية، حيث بادر بها الكاتب الصحفي المهندس عثمان مرغني أثناء زيارة وفد رؤساء تحرير الصحف للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء للإطلاع على أحدث إنجازاتها وخطواتها الكبيرة نحو الحكومة الإلكترونية، فوجد المقترح إشادة وقبولا، ومن ثم بدأ الإعداد له. دعينا إلى شركة توزيع الكهرباء كل ما يمر رؤساء التحرير، شاهدنا الذي أبهرنا حقيقة، وأنا أتكلم عن نفسي ويمكن هم زادهم، ده كان إحساس في تلك اللحظة. لم أتخيل أنني حقيقة في السودان. شاشة بطول 20 متر في عرض 4 أمتار، كنا نشاهد منها كل الخريطة الكهربائية للعاصمة وانتقلنا بعد ذلك إلى الولايات. كنا نتابع مسألة الإطفاء الذي يحدث في الخطوط والأعطال وكيف تتم عاليتها، والطرق السريعة جدا اللي بيتم بها الاتصالات يمكن في ثواني. الحقيقه كانت مدهشه القصه. في الاخر وصلنا مرغني وهو رجل مهندس طبعا، اقترح انه قال يا جماعه نحن في الصحافه دائما متهمين باننا لا نرى الا السالب من الامور ولا نرى اي من الكوب الا النصف الفارغ، فحق نعمل مبادره تكون نعكس بها الايه ونكرم شركه الكهرباء توزيع ونكرم الكهرباء والوزير. دكتور أحمد بلال عثمان راعي الحفل أشاد بهذه الخطوة التي وصفها بأنها الأولى من نوعها في السودان، معتبرا أن هذا نوعا جديدا من التعاطي مع الحراك في أجهزة الدولة وتقييم أدائها لدورها المنوط بها في إنجاز ما يقع على عاتقها من مهام، وأضاف أن من الجيد أن نقول لمن أحسن وأجاد أداء عمله أحسنت، وأن نكرمه لنحفزه لمزيد من الإبداع. وأشار إلى أننا بدأنا نشهد خلال هذه الفترة في بلادنا اعترافاً بالإنجازات التي يحققها أبناء الوطن في أي عهد كانت. أنا أعتقد أن هذا التكريم يأتي لأهله، وأن إحنا يا أخواننا دائماً في السودان ترينا عندما ننعم بشيء ما ننسى الماضي القريب، حتى علينا أن لا ننسى أنه في بعض الأزمان كانت الخرطوم بنفس درجة الحرارة 47 و48 ونعاني كثيرا جدا من القطوعات في الكهرباء. الآن يمكن سنتين ثلاثة سنوات، وهذا العام بالذات بالرغم من أنه فيه إنذارات سابقة، ولكن تحدي الآن أن تكون هذه الكهرباء بهذا الشكل، ونتمنى أن يشد الحيل رمضان جاي. وبهذه الصورة أنا أفتكر أن هذا مسألة كبيرة جدا نشكر الله عليها أولا، ونشكر القائمين على هذا الأمر. المسألة ليست أسامة وليست الرؤساء الخمسة، ولكن نحيي كل الذين يعملون في قطاع الكهرباء من أصغر عامل إلى أكبر عامل.
الأستاذ أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء تحدث في الاحتفال موجها شكره وتقديره لمن قاموا بهذا الحفل، مبينا أنه كان يرفض دائما أن يكرم، لكنه قبل هذه المرة لأن التكريم له طعم خاص ويأتي من السلطة الرابعة التي يتركز عملها غالبا في إطار النقد والتقويم، وقال إن هذا الأمر يضاعف من مسؤولياتنا في بذل كل الجهود من أجل الارتقاء بعملنا دائما إلى الأمام، وأن نكون سباقين في مسيرة البناء والتنمية من أجل إعلاء شأن الوطن وتوفير كل سبل الراحة للمواطن الكريم. يوم شكر الله سبحانه وتعالى، ربنا يقول إن شكرتم لأزيدنكم وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يشكرون. النعمة بالشكر تزيد وتدوم. هذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، هذا يوم له معنى خاص وله إن شاء الله يكون تاريخ فارق في تاريخ السودان إن شاء الله. لذلك أحب أن أبدأ وأقول كانت أول محاولة لتكريمي من مؤسسة الوطن المصلى، مؤسسة عريضة في افتتاحها الحامي في مربي، وبعد أن صدر القرار استطعنا أن نعلن ما في داعي لهذا التكريم. كان منهجنا شوية مختلف في هذا الأمر. ثم يذكر الأخوان الكثير أنه دال يعني حوار كثير بينه وبين الأخ السيد رئيس الجمهورية في التكريم في سد مللي، بل في صورة لقطة كل ما أشوفها كان فيها سلام وشد بينه وبين السيد الرئيس كان سببها أنه أنا كنت رافض هذا التكريم. وأيضا التكريم التم في تعليق الرسالة اللي بسمع به إلا وأنا حقيقة في المنصة ما كنت قبلته، بل حتى تقدمت عدد من الجامعات لإعطائي دكتوراه فقرية واعتذرتها كلها. تقدم عدد من الجهات والمؤسسات لمنهج شخصي في هذا الأمر، وحتى أيضا هذا الأمر نحن نبتغي منه شيء أكبر من ذلك حتى لا يضيع هذا الشيء الذي نبتغيه. ولكن عندما قدمت هذه المبادرة وناقشت مع بعض الأخوان قبلتها بصورة سريعة، وذلك لأن هذه فعلا هي مبادرة مختلفة، وهذه هي فعلا كما قلت معلم فارق في تاريخ السودان، لأنه معروف الصحافة دائما السلطة الرابعة دورها دائما هو في النقد والتقويم، ولكن نحن في السودان نحتاج إلى مثل هذه المبادرات الخلاقة المبدعة، لأنه بناء الأوطان دائما يحتاج إلى الغالي وللنفيس وللمبادرات، والسودان دولة في مرحلة البناء تحتاج لجهد الناس كلهم ولكثير من المبادرات الخلاقة التي يمكن من خلالها نستطيع فعلا أن نعلي من قيم الوطن وأن نعلي من قيم العطاء وأن نعلم من غياب العمل، وخاصة نحن عندنا ميزات يعني نستطيع أن نبيس فيها كل العالم. الجدير بالذكر أن التكريم جاء في إطار ما تحقق من طفرة تقنية هائلة في قطاع الكهرباء، وما يمثله القطاع من نموذج مشرق لمؤسسات الدولة، إضافة إلى تقديم خدمة ميسرة ومتطورة وسريعة للمواطنين. وقد شهد الحفل عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية والإعلاميين من القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف. وقامت اللجنة المنظمة التي ترأسها الأستاذ مصطفى أبو العزائم رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة بتكريم المحتفى بهم، وعلى رأسهم الوزير أسامة عبد الله وشركات قطاع الكهرباء الخمس، وأناب عنهم في التكريم المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس علي عبد الرحمن. هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي تدشن إنتاجها من الكتاكيت وإنتاج الفراخ اللاحم. تواصل وزارة الموارد المائية والكهرباء ممثلة في وحدة تنفيذ السدود وعبر هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي الإنجازات التي بدأت يتلمسها إنسان الولاية الشمالية ومواطنين بالبلاد، وهي اليوم تدشن باكورة إنتاجها في مجال الدواجن عبر وحدة التفقيس لتصنع عهدا جديدا وإنتاجا كبيرا من الكتاكيد، لتدفع بحوالي 4.5 ملايين كتكوت من دواجن النيل السودانية إلى مزارع إنتاج اللاحم، ومن ثم للأسواق وللمستهلك السوداني. الآن نحن بوحدة التفقيس بدواجن النيل وبنشهد أول دفعة تفقيس بمشروع دواجن النيل السودانية.
المشروع بينتج حوالي 4.5 مليون كتكوت في السنة، ودي متناسقة، هذه الكمية متناسقة مع نصف إنتاج الوحدة التفقيس. وحدة التفقيس مصممة لإنتاج 9 مليون كتكوت في السنة. الآن المشروع بينتج 4.5 اللي هو نصف إنتاج وحدة التفقيس أو وحدة المشروع ككل. اليوم هذه الانطلاقة الأولى إن شاء الله لإنتاج كتاكيد. نتمنى أن تكون هذه بداية الانطلاقة لمشروع دواجن النيل السودانية ووحدة التفقيس وإنتاج كتاكيد ودجاج لاحم يغطي حوجة السوق السوداني بإذن الله تعالى. مشروع دواجن النيل المتكامل يعتبر أكبر مشروع في مجال الدواجن خارج ولاية الخرطوم، ويحتوي المشروع على مصنع للعلف ومزارع للأمهات ومزارع لإنتاج اللاحم ومجزر آلي ووحدة للتفقيس. في اتجاه آخر وعلى ذات الصعيد وفي خطوة عملية من ولاية الخرطوم لتوفير اللحوم البيضاء بالأسواق وتخفيض أسعارها، بدأت الآلية الاقتصادية وشركات القطاع الخاص وشعبة المصدرين والاتحاد التعاوني ورابطة المرأة العاملة بالولاية في إنفاذ سياسة الولاية ببيع اللحوم بنوافذ البيع المخفضة. وشرعت الآلية في تنفيذ التجربة عمليا أمام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم. في احتفال مقتضب شهده اللواء دكتور عبد الكريم عبد الله محمد علي معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم ودكتور تاج الدين عثمان سعيد مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم، ودكتور عواطف أحمد عباس أمين رابطة المرأة العاملة بالمركز، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الرعاة والمرأة العاملة بالمركز والولاية. أكد المتحدثون أهمية مثل هذه المبادرات، مشيدين بتجربة هيئة تطوير الزراعة في إنتاج محاصيل الذرة الشامية والقمح إلى جانب المحاصيل الأخرى كزهرة الشمس والبرسيم التي تساهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بالبلاد. ولاية الخرطوم لها من الترتيبات للمعالجات الاقتصادية مثل قوت العاملين والأسواق المخفضة في المحليات، وكنا نسعى منذ فترة أن يتم مراكز للبيع المخفض أو منافذ للبيع المخفض في أماكن العمل. ها هي رابطة المرأة العاملة في الولاية تقوم بهذا العمل الطيب، ونحن نشجع هذا العمل وندعمه إن شاء الله ونقف معه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكتب له الاستمرارية. هذا الاحتفال كما ترون هو احتفال، ليس احتفال صالوني، هو احتفال على الهواء الطلق، احتفال مفتوح على الهواء الطلق، ما فيه بروتوكولات ولا فيه مراسم ولا فيه أي شيء، لأنه عمل مخلص وعمل تروه رأي العين والبيان بالعمل. وهكذا مشاهدين الأعزاء قلبنا سويا صفحات هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.diu.gov.sd. لكم منا كل التحايا والتقدير، وفي أمان الله حتى نلتقيكم في حلقة قادمة.